يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. كما يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطارا خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 16-8، الإسكندرية 15-10، مطروح 14-10، بورسعيد 15-10، الإسماعيلية 17-8، السويس 17-9، العريج 15-9، طابة 18-12، شرم الشيخ 21-15، الغردقة 21-14، الأقصر 23-11، أسوان 26-12، الوادي الجديد 22-9، شلاتين 25-13، وحلايب 24-12. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.